يعني انا متاكده انه عندي البطيخه حمراء كتير لانه اتبعت هيدول الخطوات وهيدول العلامات الموجوده. هلا بنشوف. بسم الله لنشوف. السلام عليكم، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير كتير، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. انتوا عم بتشوفوني دايما دايما احبائي، وقت نشتري البطيخة اوقات بننغش بالبطيخة، وللأسف بتطلع بيضة من الداخل. ما تقولوا لي ما صارت معكم، اكيد صارت معكم وكتير، لدرجة انكم صرتوا تخافوا انكم تشتروا بطيخة. اليوم مثل ما شايفين عندي ما شاء الله بطيخة غير شكل، وأنا متأكدة إنها حمراء كتير من الداخل، لأنه في خطوات مفروض تعرفوها، خطوات كتير مهمة لحتى تكون البطيخة كتير حمراء من الداخل وطعمتها مثل القطر. وهيدي الخطوات رسومات موجودة على البطيخة بتدلنا على نوعية البطيخة من الداخل. اليوم إن شاء الله رح أعلمكم على هالخطوط اللي بتكون موجودة وعلى لون البطيخة. يعني في ألوان بتكون موجودة على البطيخة من الخارج لنقدر نعرف هل هي ناضجة من الداخل. طبعا وقت بدنا نشتري بطيخة بنشوف بياع البطيخ عم يضرب البطيخة، بيعملها هيك وبيعملها هيك وبيقلنا البطيخة منيحة، بنقوم نحن بنشتريها وبتطلع يعني ما بتتاكل لا طعمة ولا لون، وحتى بتكون من الداخل كلها شروش. للأسف بندفع مصرياتنا على الفاضي بتروح البطيخة ضيعة. اليوم ان شاء الله مثل ما شايفين هيدي البطيخة رح نشقها مع بعض ورح فرجيكم انها كتير حمراء. بالبداية مفروض نتعلم خطوات كتير مهمة عن البطيخ. اول شي مفروض تكون البطيخة مثلا من هون، هوني هيدي البقعة محل ما بتكون مستقرة البطيخة على التراب، يعني وقت تكون البطيخة بعدها على الأرض بالحقلة فبتكون نايمة بمنطقة محددة. هيدي المنطقة بهيدي البطيخة هي، في منهم بيكونوا هيدي المنطقة هون بتكون صفرة كبيرة، في منهم بيكونوا هون. هيدي بتدل إنه البطيخة كانت على هيدي الميلة محطوطة على التراب. هيدي أول علامة. المفروض تكون هيدي العلامة اللي هون مايلة إلى الصفار الباهت. إذا كانت هيدي العلامة الموجودة هون أو طبعا بأي منطقة بالبطيخة كانت صفرة فاتح، بتكون البطيخة غير ناضجة. مفروض إنه تكون العلامة تكون فيها صفار لون باهت. شوفوا هيدا الصفار الباهت الموجود حوالي. هيدي أول دلالة على إنه البطيخة ممتازة من الداخل. طبعا في علامات تانية لازم ننتبه لها، ما بس هيدي العلامة الموجودة، في علامات تانية. العلامة التانية يلي هي الخطوط اللي بتكون موجودة أو الدربات اللي بتكون موجودة على البطيخة. لاحظوا عندي هون، في هون عندي علامات، تجي هيدي العلامات مثل الشبكة لون بني. رح أقرب الكاميرا لفرجيكم الشبكة الموجودة عليها. شفتوا هالشبكة الموجودة؟ بتحسوها مثل الشبكة. هيدي الشبكة بتكون ملقحة مثل ما شايفين، فكمان هيدي العلامة بتدل انه البطيخة عنا ناضجة من الداخل. طبعا في كتير اوقات خطوط بتكون ما بس بمنطقة الصفار او بالمنطقة اللي بتكون محطوط عليها البطيخة، بتكون بغير منطقة. مثلا عندي كمان هون، شفتوا كمان هيدي اذا ملاحظين في مثل الشبكة عليها، كمان هيدي المايلة فيه. هيدول علامات كتير كتير مهمين شفتوا، لحتى طبعا نكتشف اذا كانت البطيخة ناضجة وحمراء من الداخل. غير هيدول العلامات الموجودين يلي هي علامة الشبكة، في عنا ايضا العرق. على الثلاث علامات الموجودين على البطيخة اللي هي علامة الشبكة مثل ما شايفين، والعلامة الصفرة اللي مايلة للبهتين صفار باهت مثل ما شايفين، وأيضا على العرق يلي هو مفروض يكون يابس
لحتى طبعا نقدر نعرف انه البطيخة ناضجة وحمرة كتير. انا هيدول العلامات شفتن قبل ما اشتري البطيخة، يا هل ترى رح تطلع البطيخة حمرة كتير او رح تطلع بيضة؟ رح نشوف سوا. يعني هلأ اجت اللحظة الحاسمة، كيف رح تطلع معنا البطيخة؟ رح تطلع حمرة او رح تطلع بيضة؟ هلأ بنشوف. هنقول بسم الله ونشقها. بسم الله. يعني انا متأكدة انه عندي البطيخة حمرة كتير لانه اتبعت هيدول الخطوات وهيدول العلامات الموجودة. هلأ بنشوف. بسم الله نشوف. شوفوا اسم الله اسم الله. ما شاء الله طالعة غير شكل، حمرة حمرة بسم الله. شفتوا؟ شو رأيكم؟ خليني هلأ قصة هعملها بهذه الطريقة. بسم الله طالعة غير الشكل صراحة. وهي كمان طريقة كتير حلوة لتقديم البطيخ. هلا بتشوفوا كيف رح تطلع معانا. في كتير طرق لتقديم البطيخ. نحن بالعادة بنقدم البطيخ بطريقة الشرائح العريضة، أو طبعا بنقدمهم مكعبات صغيرة، بنقطعهم على هيئة مكعبات وبنشيل القشر الخارجي وبنرميه وبنحطهم بالصحون مع الشوك وبنقدمهم وقت الضيافة. وفي الطريقة الثانية وقت يتقدم مثل ما أنا هون عم أقدمهم مع قشرهم بالطريقة المعاكسة. بالطريقة المعاكسة يعني كسر الألوان على بعضهم. هلأ بتشوفوا كسر الألوان على بعضهم وقت يفوت اللون الأخضر مع اللون الأحمر مع بعضهم بيعطي الصحن شكل ومنظر مش طبيعي، بيعطيه لون جميل جدا وشكل بشهي للصحن. بس مفروض وقت يتقدم البطيخ بهيدي الطريقة بالطريقة المعاكسة انه تكون البطيخة مغسولة كتير منيح، مغسول القشر الخارجي كتير منيح قبل ما تتقطع البطيخة. شفتوا منها شكل هون الطريقة المعاكسة، فبتعطينا لون كتير حلو للصحن مثل ما شفتوا. بس بيني وبينكم انا ما بتبع هيدي الطريقة ابدا، بتبع الطريقة يعني طريقة ولا أسهل من هيك. خلص باخد البطيخة بقطعها بحطها بهالصحن وبقدمها، بلاقيها طريقة كتير كتير سهلة وكتير عملية. هلأ أفرجيكم عليها. يعني هاي الطريقة بلاقيها ولا أبسط ولا أسهل من هيك. اعملوا مثلي وصدقوني رح تدعولي، إلا إذا حبيتوا هيك تفننوا بالصحن تعملوه بالطريقة المعاكسة. شفتوا؟ ولا أسهل من هيك. قطعنا هالبطيخة وحطيناهم بهيدا الصحن وبدنا نبلش ناكل، طريقة ولا أسهل. وهيدي وقعت مننا مش مشكل، نرجع من جديد بنحطها. أحبائي ما تنسوني من اللايك كتير كبير للفيديو، وإذا حبيتوا المحتوى اشتركوا بالقناة بتفعيل كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع كبس الجرس. أنا بحبكن كتير أحبائي، وهلأ بدي ودعكن مع تحياتي، بحبكن كتير. وما تنسوا الخطوات لحتى تلاقوا بطيخة غير شكل. تذكروهن 3 خطوات لحتى تلاقوا بطيخة ناضجة وغير شكل. أنا هلأ بدي أتذوقن، بدي ودعكن مع تحياتي، بحبكن كتير. إلى اللقاء.
يعني شكلها بشهي ما شاء الله، غير شكل الله، طعمتها ولا أروع.